اهلا بكم حبايبي طلاب جريد 3 في درس جديد على قناه برايفت ماث ليسونز. توداي ان شاء الله هناخد ليسون 36 اللي بعنوان ايكوال ارياز. الدرس بتاعنا النهارده يا اولاد سهل جدا، هنكمل فيه الدرس اللي فات اللي هو الاريا، وهنتعرف على امتى تكون الارياز قد بعضها لاشكال مختلفه. يعني تعالوا نشوف مع بعضينا الريكتانجل ده والريكتانجل ده، الاثنين شكلهم مختلف ازاي؟ ده 3 روز وده 4 روز، لكن لما نيجي نبص الاريا بتاعت ده، يعني ايه كلمه الاريا بتاعت ده؟ يعني عدد السكوير يونتس اللي موجوده فيه. نعد السكويرز 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. دي كانت اول طريقه. الطريقه الثانيه ان احنا نعمل مالتيبليكيشن للروز تايمز الايه؟ تايمز الكولومز. يبقى 3 تايمز ال 4 يديني 12. لما نيجي نبص على ده بقى، ده متكون من كام سكوير يونتس؟ لما نيجي نعدهم هيطلعوا برضه 12، بس الشكلين شكلهم مختلف، ده جاي كده بالجنب وده اللي فوق كده. هما شكلهم مختلف بس ليهم نفس الاريا، فبنقول ان الشكل ده والشكل ده هاف ذا سيم اريا، ليهم نفس الاريا. طيب تعالوا نبص كده على الشكل ده، الشكل ده ريكتانجل مختلف عن دول خالص، ده هنا 2 روز بس. طيب في كام سكوير يونتس؟ هنا 2 وهنا 6، يبقى 2 تايمز ال 6 ايكوال كام؟ ايكوال 12. ده زي دول بالظبط. وعشان كده هنقول ان الشكل ده والشكل ده والشكل ده كلهم هاف ذا سيم اريا. عشان نبقى شطار في الليسون بتاع الاريا لازم نحفظ التيبل كويس جدا، لان هيجي لي حاجات زي كده 3 تايمز 4 لازم اكون عارف، ولازم اكون عارف ان 4 تايمز 3 هي 3 تايمز 4. دي بنسميها ايه؟ الكوميوتاتيف بروبرتي. الكوميوتاتيف يعني ممكن ابدل، بروبرتي يعني حاجه مسموح بيا اعملها، يعني الخاصيه بتاعت ان انا ابدل ده مكان ده. يبقى لو بدلت ده مكان ده انا بعمل كده ايه؟ بعمل كوميوتيشن، وبنسميها ايه؟ كوميوتاتيف بروبرتي، ان انا من حقي ابدل ده مكان ده. يعني 3 تايمز 4 هي 4 تايمز الايه؟ ال 3. طيب نيجي نشوف كده التشيك بوينت دي بيقول لي ايه. بيقول لي draw more rectangles have the same area of 10 square units. عايزين نعمل اكتر من ريكتانجل جواه 10 square units. طيب ال 10 دي يا اولاد مين الفاكتورز بتاعتها؟ من درس الفاكتور بقى، اول فاكتور عندي اللي هو اول فاكتور بير اللي احنا اتعودنا عليه 1 تايمز الايه؟ 1 تايمز ال 10. طيب وفي تيبل 2 هل ال 10 موجوده في تيبل 2؟ موجوده، بتيجي من 2 تايمز كام؟ 2 تايمز ال 5. يبقى انا عندي 1 تايمز 10 هيديني 10 سكوير يونتس، و2 تايمز 5 هيديني بردك 10 سكوير ايه؟ يونتس. يبقى لما نيجي نرسمها نرسمها ازاي؟ ادي كده 5، ادي كده 1 2 3 4 اند 5. نعمل بقى نظر رو، ادي كده 1 2 3 4 اند 5. يبقى الريكتانجل ده يا اولاد 2 روز وايتش رو هاز 5 سكوير يونتس او ايه، او 5 كولومز. يبقى المفروض ان ال 2 تايمز 5 يديني كام؟ يديني 10. طب لو عملت كوميوتيشن او استغليت الكوميوتاتيف بروبرتي ان 2 تايمز 5 هي 5 تايمز 2، نرسم بقى الريكتانجل الثاني ازاي اللي ليه نفس الاريا؟ نعمل كده، ادي كده 1 2 3 4 5 6. اخلي دول 5، 1 2 3 4 5، يبقى دول كده 5، ونخلي ال 2 من فوق كده، يبقى كده 2 3 4 اند ايه؟ اند 5. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان انا عملت نفس الريكتانجل بس غيرت السايدز بتاعته، او غيرت الروز، بدل ما كان 2 روز خليتهم 5 ايه؟ روز. الاريا بتاعت ده هي بالظبط الاريا بتاعت ده. طيب ما تيجي نعمل واحد كمان ليه بردك نفس الاريا 1 تايمز 10. يعني ايه 1 تايمز 10؟ يعني رو واحد فيه 10. ممكن اعمل كده،
ادي كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. كل ده برضو ممكن اعتبره ريكتانجل، هنا 1 وهنا ايه وهنا 10. ولو خدته برضك بالطول كده عملت 10 نازلين لفوق من فوق لتحت برضو هيبقى ليهم نفس الاريا. يبقى انا بقول ان الاشكال ليها نفس الارياز امتى؟ لما يكونوا ليهم نفس السكوير يونتس انسايد. نيجي نشوف انذر براكتس، بيقول لي use the commutative property to draw two different rectangles of the following dimensions. Multiply to find the area. لما يكون عندي 2 units و 3 units نعمل ايه؟ مرة ناخدهم 2 times 3 ومرة ناخدهم 3 times 2. كده انا عملت تبديل، بدلت مكانهم، حطيت الفاكتور ده مكان الفاكتور ده، دي اسمها commutative property. طيب يلا نعمل 2 times 3 يعني 3 نكررها مرتين، ادي كده 1 2 3 ده كده اول رو. الرو الثاني اهو ادي كده 1 2 and 3. يبقى الريكتانجل هو ده شكله، ال 2 times 3 تبقى شكلها كده. طب 3 times 2 يعني 3 rows و 2 columns، ادي كده 1 2 ادي 1 2 ادي كده 1 2. الريكتانجل ده عباره عن 3 تايمز 2 وده عباره عن 2 تايمز ايه 3. الاثنين يدوني كام؟ الاثنين يدوني 6 سكوير يونتس وده بيديني 6 سكوير ايه يونتس. احنا عايزين نعرف في الاكسرسايز ده ان الاريا اللي بتيجي من 2 تايمز 3 هي نفس الاريا اللي بتيجي من 3 تايمز 2. نيجي نشوف اللي بعد كده، 3 يونتس و 4 يونتس، عايزين نعمل ريكتانجلز ب 3 و 4. يبقى ناخد كده 3 تايمز 4 كده 1 2 3 اند 4 ده كده اول رو، وادي الرو الثاني. يبقى الريكتانجل اللي انا رسمه ده عباره عن ايه؟ عباره عن 3 تايمز الايه؟ ال 4. يبقى 3 تايمز ال 4 تديني كام؟ تديني 12. ال 12 دي برضو هجيبها لو عملت نفس الريكتانجل بشكل تاني. ايه الشكل التاني؟ خليته 4 تايمز ال 3. يعني لو كررت ال 3 اربع مرات. ادي ال 3 اهي. ادي كده 1 2 and 3. هكرر الشكل ده اربع مرات 1 2 3 كده 1 2 3 كده 1 2 and 3. يبقى انا عندي الاريا اللي هي 3 تايمز 4 تديني 12 والاريا اللي هي 4 تايمز 3 تديني برضو ايه؟ برضو 12. وبنقول ان الشكلين دول او التو شيبس دول هاف ايكوال ارياز. يلا اللي بعد كده، 4 يونتس و 5 يونتس. اول حاجه نعمل ايه؟ 4 تايمز 5 عندي كده 1 ده كده اول رو. وادي الرو التاني. ادي الرو التالت. وادي الفورث رو. يبقى احنا كده عملنا ريكتانجل متكون من 4 روز وعندي 5 سكويرز ان اتش ايه ان اتش رو. يبقى الاريا بتاعته كام؟ 4 تايمز ال 5 يديني كام؟ 20 سكوير يونتس. نفس الاريا دي ممكن اعملها بريكتانجل تاني متكون من 5 تايمز الايه؟ تايمز ال 4. يعني اجي كده ال 4 ادي ال 4 اهي
ادي 1 2 3 زين 4 نكررها 5 تايمز. ايه اللي احنا شايفينه؟ شايفين ان هنا 5 تايمز ال 4 ايكوال برضو كام؟ ايكوال 20. يبقى ممكن الشيبز عندي تبقى مختلفه في الشكل بتاعها لكن هاف ايكوال ارياز، ليهم نفس الاريا. الاكسرسايز ده بيقول لي درو اون ذا جريدز، جريدز اللي هي المربعات الكثير دي، ريكتانجلز ويز ديفرنت دايمنشنز. دايمنشنز يا اولاد يعني سايدز، يعني ادي الريكتانجل اهو، الجنب ده بنسميه سايد والجنب ده كله بنسميه سايد وده برضو بنسميه سايد وده بنسميه سايد. السايدز دي ممكن اقول عليها كلها دايمنشنز، يعني لو عندي سايدز مختلفه في اللينس ممكن اقول عليها كلها دايمنشنز. اوكي ويز ان اريا اوف ايتش اوف ذا فولوينج، بيقول لي بعد كده رايت ذا مالتيبليكيشن ايكويشن فور ايتش ريكتانجل. اول حاجه عندي بيقول لي 12 سكوير يونتس، عايز اعمل ريكتانجلز من ال 12 سكوير يونتس. اول حاجه نعمل ايه؟ نشوف عندنا ال 12 في التايمز تيبل بتيجي منين. اول حاجه عندي 1 تايمز ال 12 ايكوال كام؟ ايكوال 12. وممكن نقول العكس، ممكن نقول 12 تايمز 1 ايكوال 12، دي الكوميوتيف بروبرتي، يعني انا لو بدلت يطلع نفس الاريا. طيب تيبل 2 عندي ايه؟ عندي 2 تايمز ال 6 ايكوال 12، وعندي برضو 6 تايمز 2 ايكوال كام؟ ايكوال 12. مين تاني؟ عندي 3 تايمز 4 تديني 12، وعندي 4 تايمز 3 تديني ايه؟ تديني 12. يبقى انا عندنا 6 ريكتانجلز كلهم مختلفين في الشكل بس ليهم نفس الاري. احنا ممكن دلوقتي نرسم دول 2 تايمز 6، يعني ال 6 متكرره 2 تايمز اهو، ادي كده 1 2 3 4 5 and 6 وهنا كده 1 2 3 4 5 and 6. مين ده 2 تايمز ال 6؟ يلا نرسم جنبه هنا ال 6 تايمز 2، يعني ال 2 كده اهم، ادي ال 2 نكررها 6 تايمز. يبقى احنا كده خلصنا دي وخلصنا دي. يلا نعمل 3 تايمز ال 4، يعني ال 4 نكررها 3 تايمز. وهي هي بالظبط 4 تايمز ال 3، ادي ال 3 اهي، نكررها 4 تايمز. لما نيجي نبص بقى لكل الريكتانجلز دول كلهم الاريا بتاعتهم ايكوال 12، ده 12 وده 12 وده 12 وده 12 سكوير يونتس، كلهم هاف ذا سيم اريا. وما ننساش ان ده كده بنسميه دايمنشن وده بنسميه دايمنشن، الدايمنشن يعني جنب زي السايد بالظبط. طب يلا اللي بعديها ال 18 بتيجي منين؟ ال 18 بتيجي من 1 تايمز ال 18 بتديني 18، وممكن 18 تايمز ال 1. طب لو حبيت ارسمها ارسمها ازاي؟ ارسم صف واحد بس في 18 او نعمل بالطول كده كولوم واحد في 18. طيب تيبل 2 ال 18 بتيجي منين؟ 2 تايمز ال 9 بتديني 18 او 9 تايمز ال 2. طب تيبل 3 3 تايمز ال 6 او 6 تايمز ال 3
3 تايمز ال 6 و 6 تايمز 3 دي بروبرتي مهمه، دي خاصيه مهمه في الملتيبليكيشن بنسميها كوميوتيف بروبرتي. يعني لو بدلت مكان التو فاكتورز مكان بعض النتيجه تطلع واحده ما تتغيرش. طيب يلا ناخد اول حاجه 2 تايمز الايه ال 9، يعني ال 9 هنعملها 2 تايمز 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ادي ال 9 كده اهو، ادي كده اول 9 وادي الثاني. يبقى ده ريكتانجل عباره عن 2 تايمز ال 9، الدايمنشنز بتاعته 2 و 9. طيب لو خدنا ال 9 كده ادي كده 1 2 3 4 5 6 7 هنزود بقى 8 and 9، وهنا برضو كده ادي 1 يبقى برضو الريكتانجل ده الاريا بتاعته ايه؟ الاريا بتاعته 18. خدنا ال 9 كده وخدنا ال 2 كده. طيب يلا نعمل 3 تايمز ال 6 ادي كده 6 يبقى كده 3 وكده 6. طيب الاريا هنا بكام؟ الاريا عندي ب 3 تايمز 6 اللي هي 18 سكوير يونتس، وهنا برضو 18 سكوير يونتس، وهنا برضو 18 سكوير يونتس. يعني احنا عايزين نعرف من الاكسرسايز ده ان الشكل لو مختلف في وضعه، اذا كان محطوط كده او محطوط كده، طالما ليهم نفس السكوير يونتس يبقى بنقول عليهم ليهم نفس الاريا. طب يلا نشوف 6 تايمز 3، ادي ال 3 اهي نعملها 6 تايمز يبقى ادي كده ال 3 اهي، ادي ال 3 وادي الايه؟ وادي ال 6. كل الاشكال دي ليهم نفس الاريا. يلا نشوف بعد كده ال 24. 24 بتيجي منين؟ 1 تايمز 24 وال 24 تايمز 1. بتيجي من ايه تاني؟ بتيجي من 2 تايمز 12. وبتيجي برضو من 12 تايمز 2 عشان دي في عندي كوميوتيف بروبرتي. لو بدلت ده مكان ده هيديني نفس الايه؟ السكوير يونتس. طب تيبل 3 3 تايمز ال 8 او بتيجي من 8 تايمز 3 هي هي. طب تيبل 4 بتيجي من 4 تايمز ال 6 او ال 6 تايمز الايه؟ ال 4. هنعمل واحده واسيب لكم انتوا الباقي بقى. يعني هنعمل ال 3 تايمز ال 8 ادي كده 1 2 3 4 5 6 7 8 بنقعد نلون كده السكويرز واكسرسايز جميل قوي. كل ده عشان نتاكد من ان الاشكال هيكون ليها نفس الاريا. ده هنا 3 وهنا ايه؟ وهنا 8، يعني الدايمنشنز بتاعته 3 و8. يبقى 3 تايمز ال 8 ايكوال 24 سكوير يونتس. يعني لو حد قال لي الاريا بتاعت الشكل ده كام؟ اقول له 24. والشكل ده هو هو الشكل ده. لو خدت ال 3 يونتس فوق في each رو وعملناهم 8 روز ادي كده 1 كده 2 ادي الرو نمبر 3 ادي كده 5
كده 6 ادي كده 7 ونزود هنا ايه ونزود هنا كده another row عشان يبقى 8 برضو يبقى ده كله هنا 8 وهنا ايه وهنا 3 ويبقى الاريا اللي جوه عبارة عن 24 square yards. بيقول لي complete the equations under each of the following match the equal areas. يعني عايزين نكتب ده عبارة عن ايه؟ يعني a times a. طيب احنا اتفقنا ان في الاول ده بيبقى عدد الروز 1 2 3 4 وده بنشوف الرو الواحد في كام سكوير هنا 1 2 3 4 يبقى 4 times 4 equal كام؟ equal 16. يبقى احنا لو عديناهم كلهم هيطلعوا 16. طيب نيجي اللي تحتيها كده هنا عندي برضو 4 وعندي هنا 1 2 3 4 5 and 6 يبقى 4 times 6 equal 24. نيجي اللي بعديها في عندي هنا 1 2 3 4 وهنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 يبقى 36. لازم نحفظ التيبل يا اولاد، التيبلز مهمة جدا، يعني المفروض الترم ده اهم حاجة نحفظ كل التيبلز. طيب يلا هنا هنا هيبقى 2 وهنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 يبقى كام؟ يبقى 80. نيجي نشوف الناحية التانية هنا 1 2 3 4 5 and 6 يبقى 6 وهنا 1 2 3 4 5 and 6 6 times 6 equal 36 وهنا 1 2 وهنا 1 2 3 4 5 6 7 8 8 يبقى 2 times 8 equal كام؟ equal 16. في هنا 16 اهي دي نوصلها مع دي، يعني الاريا بتاعت الشكل ده هي هي بالظبط نفس الاريا بتاعت الشكل ده. ليه؟ عشان ليهم نفس السكوير يونتس. وادي ال 36 اهي ننزلها مع اللي تحت دي. نيجي هنا 1 2 3 هنا 1 2 3 4 5 and 6 3 times 6 equal 18. ال 18 اهي ونيجي نشوف هنا 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 3 times 8 24 اللي هي فين؟ اللي هي فوق دي. يبقى احنا كده وصلنا الاشكال اللي ليهم نفس الارياز مع بعض. نيجي نشوف الاكسرسايز ده بيقول لي باسم بلانتد تو فلاور بلوتس، يعني باسم زرع حوضين كده فيهم ايه؟ فيهم ورد. 1 was 3 times 6 and 1 was 2 times 9. Do they have the same area؟ هل الجزئين اللي هو زرعهم دول ليهم نفس الاريا؟ وبيقول لي اكتب التو commutative property sentence for each plot. طيب نعمل اول حوض ورد اللي هو 3 times 6. يبقى انا عندي ال 6 هنكررها 3 times. يبقى دي كده 1 2 3 4 5 and 6 ده كده اول رو. نكرر الرو ده كم مره؟ 3 تايمز. يبقى انا عندي كده ادي السكند تايم وادي الثيرد تايم. يبقى ادي ال 3 وادي الايه؟ وادي ال 6. طيب لما نيجي نكتب الملتيبليكيشن سنتنس يبقى 3 times ال 6 equal كام؟ equal 18. وممكن كنا نرسمه بطريقه ثانيه اللي هي 6 times الايه؟ ال 3 equal برضه كام؟ equal 18. طب يلا نشوف لو هنعمل 2 times ال 9 ادي كده 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 كده كررناها مرة نكررها مرة كمان. ده يبقى 2 times الايه؟ ال 9.
طيب 2 تايمز 9 ايكوال 18، وممكن نعملها 9 تايمز 2 ايكوال برضو ايه 18. هو بيقول لي دو زي هاف ذا سيم اريا، نعمل ايه؟ نشوف دول كام سكوير يونتس، دول 18 ودول كام؟ دول 18. يبقى لما نيجي نجاوب على السؤال بتاعه نقول له ايه؟ يس زي هاف ذا سيم اريا. نيجي اللي بعد كده يقول لي اميره wanted to plant 24 flowers if one flower needs one square unit، يعني الفلاور الواحد هحطه في ايه؟ في 1 سكوير بس كده. يقول لي show two ways for the area of 24 square units، يعني ال 24 بتيجي من ايه تايمز ايه؟ ممكن نعملها 3 تايمز 8، ولو هستعمل الكوميوتيف بروبرتي ممكن احط ابدلهم مكان بعض اقول 8 تايمز الايه؟ ال 3 برضه 24، يعني لما اعمله بالعرض زي ما بعمله بالايه؟ بالطول. في ايه تاني؟ ممكن اقول 4 تايمز ال 6 ايكوال 24، وهي هي 6 تايمز ال 4 ايكوال كام؟ ايكوال 24. يبقى هي ممكن تزرعهم ازاي؟ لو هتزرعهم 4 تايمز ال 6 يبقى نعمل كده الرو في 6 فلاورز ونكررهم قد ايه؟ 4 روز. يبقى كده احنا عملنا ايه؟ كده عملنا 4 تايمز الايه؟ ال 6. يبقى انا ممكن ازرعهم بالطريقه دي او ممكن احطهم بالطريقه الثانيه 3 تايمز ال 8 اعملهم كده ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 اعملهم بقى كده بالمنظر ده كده. الاثنين دول الطريقتين الاريا بتاعتي هتبقى واحده هنا وهنا، يبقى هنا 3 تايمز الايه؟ تايمز ال 8. يبقى ممكن ال 24 سكوير يونتس اقسمهم كده او اقسمهم ايه؟ او اقسمهم كده. وكده يا اولاد يبقى خلصنا الليسون بتاع النهارده بتاع الايكوال ارياز. ليسون سهل جدا. الليسون ده عشان تبقوا اقوياء فيه لازم نحفظ التيبل كويس جدا. يا رب تكونوا فهمتوا الدرس كويس، وبالتوفيق ان شاء الله.